أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لغة المحدث كتاب شان شئات مدسس شان المقبول والمردود من الآحاد يعني مقبول تبي مردود تات مدسس شان مقبول اسمه كوسيو حسن حسن حديث قد شئس فنا عم بدسس شان كي حسن هسا شو محدثين مختلف طريقه استعمال قرم ٹھیک ہے است اگو اصطلاحا حسن دیم گو باقی معانی نماز شو استعمال گومت یہ گس ایک انسان اس پتہ اس انسان اس نہ کی کمس حدیث کے سٹائل ویل مس گسی پتہ اس نہ گس تم کنفیوژن سو لگا حدیث ان غلط حکم یعنی چھ بڑا اہم رات اس پرانی ابو عبیدہ شو نا ابو عبیدہ ابن عبد اللہ ابن مسعود اس کرن صالح ابن عبد اللہ الحسینی ذکر اس کرن پنس مریس نش روایت مگر أمس پنس مالس نش زیادہ احادیث بوزمت اس لیے أمس سند ماننا اکثر منقطع لیکن یہ انقطاع چھ یعنی حدیثس نقصان واتن حدیث توت صحیح پتہ ونان شیخ صالح ونان اس کی گو اتن امس صورت صورۃ المنقطع لیکن حکم چھ ات منقطع پتہ چھ ونان یوت چھ کافی کی زانک منقطع گو ات پڑی گو ات پڑی گو ضعیف اقسام نا کن سات اس منقطع سند لیکن سو کیا صحیح ممكن تجي تمس ديركت تمس بوزمت كده بس تمس كتاب بيت بر مستوى سمج تدا بيت حسن حديث اسمه تلكتي يعني اشبور حسن هسه قول اصطلاحا نيت بيت لكن عم على وتش باك معاني مز استعمال سوي بحث شو يتن تاريخ عوز الله سو كان ذكر فرمان وهذا المعنى هو ان يكون الحسن الذي ارادوه من الروايه راجعا الى شيء لطيف اشتمل عليه الاسناد هنا يسوس اي معنى شو وين سُہ گوٚو یہِ پٮ۪ٹھ چھُنہ موضوع اَمہِ کُے چَلان یعنی کَتھ کَتھ معنہَس منٛز چھُ استعمال گژھان حسن سُہ گوٚو کہِ یُس ہسا یہِ حُسن آسہِ اَتھ منٛز یُس خوٗبی آسہِ سُہ آسہِ یِمَن آسہِ الزی ارادوہ یِمن نِش یُس محدِثن اَتٮ۪ن مُراد اوس مِنَ رِوایتہِ راجا عن الٰی شیئن لطیفٍ اشتمل علیہ الاسناد سُہ آسہِ لوٹان گوٚکُن کُنہِ دقیٖق نۄقتَس کُن یُس یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ سند مُشتمِل آسہِ یِم آسَن وَنان اَتھ منٛز چھُ کانٛہہ اَصٕل کانٛہہ نۄقتہٕ کانٛہہ یوٗنیٖک کانٛہہ چیٖز چھُ اَتھ منٛز یُس نہٕ باقٕیَن منٛز لَبنہٕ چھُ یِوان کِہیٖنۍ تَوَے آسَن تِم کیٛاہ اَتھ وَنان حسن او معنى رائق مليح اشتمل عليه المتن يا نتا اسك بل اصل معنات مز رائق قد شيء هناك چمقدار لامع ٹھیک چھا ايته مليح مليح كاغو رب سوداني هيس كان كات بڑ رز كات ها خوبصورت متن اشات معنى اس بر مشتمل تم موجب اشات محدث معنى يس شو حسن وهذا المعنى الحسن او الالفاظ الجيده التي قد توجد في المتون ليست بالضرورة أن تكون الأحاديث التي اشتملت عليها صحيحة وانا يسو سي أصل معنا شو أتحديث اسم الأسان يعني بهترين ألفاظ شو أسان يمكن سات ماترا نمز لابن يوان شو أمي ست نسا شو ضروري يغسان أسي ما صلت قد كي يم حديث كي أسان يمن حديث نمز يم ما آني شو تم كي أسان صحيح يعني تم كي أسان مقبول أحاديث نمز كما أنه ليست بالضرورة أن تكون ضعيفة يتشن ضروري كي يم كي أسان ضعيف بل قد توجد الألفاظ الحسنة والعبارة الرائقة في الروايات الصحيحة وأيضا في الروايات الضعيفة مطلب أصل معاني بعد بهترين ألفاظ أصلا كنت سات صحيح رواية المزدد ضعيف رواية المزدد وأحسن حديث الصحيحة تست ضعف وصدق تعلق فالإمام حيث يصف الحديث بالحسن ويقصد به حسن المعنى أو حسن اللفظ فإن هذا المعنى الذي استحسن الحديث من أجله لا علاقة له لا علاقة له بثبوت الحديث أو ضعفه وانا يسو ساعة مزي فالإمام حيث يصف الحديث بالحسن يسو ساعة إمام وانا نتكون الحديث شو حسن اور أمي شو حسن قصد أميك معنى أميك معنى هسا شو بيهتر يا أميك لفظ هسا شو بيهتر وانا يسو معنى شو نايم موجب أمي محدثنا الحديث اسمون حسن أتشون كهن تتعلق أمي حديث كي ثبوت استبي ضعيف أسنى السيد وإنما نعرف صحة الحديث من ضعفه بأدلة أخرى الشيء عم يهدي سكسي حتى بضعف بارزناوان باقي ودلائل وسيت راجعة إلى النذر في الرواية والنذر في رواتها يسلوطان جو كون أت رواية اس پر نظر تراؤنا سكون دور أم كان رواة ان پر نظر تراؤنا سكون أم اك الفاظ استن خبر كجا خوبصورت أم اك معنى استن واري زياد بيهتر لیکن تم سو چونك هنتي چيز لازم يوان سمجھے يوان مثال استن ازن استخزن کرو کشير هزقات شیخ نور دین ولی جو اسمو جنا رحمه الله تمس كن كذا اشعار شي منصوب كريت شنو هذا يتها سفر مودمي يتها سفر مودمي ما غير تمشي اكثر ثابت هي تلقى اسمو تشغاسان
یعنی یمن جو اسن اسن سو عقیدت مند اسم عقیدت مند اسم چھ اسن پنن شیو یمن ہند مرشدن ہند پتہ کار رت کلام کرہن ون شیخ سن دین یہ کر منسوب کمس کن یہ نسا چھ اس پن کی کمس ورم شیخن کیازی ہسا چھ سن الفاظ یوت معنی کمس سن طرف چھ شیخ سن طرف آ سمجھ وہ توے گئی یم پت منسوب تمس کن تے پر کو ہر کا اصل معنی یعنی مثال صحابی یا تابعون مز کان شخص تم کر قران حدیث نشی کا اصل معنی اخذ سنا کن صدر حسن بصری سبن کلام پران چھ اسی باسان کہ یعنی قران حدیث کو فہم لیکن مطلب مگو کہ یا ضروری ہر کا رزق تھا اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو اس اخذ تکر مز باقی ات پر صحابہ ہن موقوفات وشان چھ گو ایشو ایدن تمس وکذالک قد یستحسنون الاسناد لاشتماله علی لطیفۃ من لطائف الاسانید ات پر چھ منا محدثین کل سات کن سند تی حسن کیازِ کہ یہ مبنی کت پہ ات پہ اس سندن سی تعلق چھ بر دقیق مسائل تم ات مز کن یکون مشتملا علی روایت الاقران بعدهم ان بعد مثال قدر بر ات سند مز آسی روایت الاقران اس پر ان شاء اللہ مز بول چھ پتہ روایت الاقران چھ پر مز اقران گئی کنٹمپرریز یعنی ہا ہم اثر معاصر ہم آسان تم کرن اکھ قسم چھ روایت اس اصل پوائنٹ ہا اس علوم الحدیث مز الگ علم ہا روایت الاقران یعنی یم اقران مز آسن اکھ کر کمس نش بیس نش روایت یا پتہ کر ہوتہ امس نش روایت اگر روایت الاقران با گو یہ کر ہمس نش سو کر امس نش دل چت ونا مدبج تت کش ونا سو یتی لکھت او روایت الاقابر ان الاصاغر نہ تاس بایڈن ہز لکٹن نش روایت اشنا بڈ نچ کرن لکٹی بایڈن نش روایت لیکن نایسی بڈ کرمز لکٹن نش روایت ان یکو او یکون من المدبج نہ تاس کیا مدبج والمدبج ان یروی احد القرینین کل ان الاخر ونا هر کان کرین من ز اسنا کنٹمپرریز من هم اثر ز اخ از بیش نش روایت کرن اور سوت اسی مسن روایت کرن او سمجھ اچھا ونا مدبج کیس ونا کما هو معروف من کتب علوم الحدیث چھ سی اتمس پتہ مشہور پارن فهذه المعاني كلها وش ریتی ما کوئی سند مس یم سند مس زیادہ ما لبن روایت الاقران یا مدبج یا روایت الاقابر الاصاغر یم چن زیادہ ما لبن بویتی کوئی سند مس یم مسئلہ اس محدث ونا یسا چھ حسن یسا چھ گہ سوکیش اسا ونا نی ہم اید بار کہ اتمس لطیف اخ معنا یم لبن وهذه المعاني كلها معان يستحسن الحديث من اجلها يم سری معانی ما اثبات کن پر یم یم چت معانی من حدیث بنیاد پر حدیث اس کی ون حسن وهي ليست متعلقه بصحه الحديث او بضعفه لیکن یم چن تعلق حدیث کی صحت اس ضعف سے فمثال ما وصفه اهل العلم بانه حسن وارادوا به حسن اللفظ حسن المعنى او حسن الالفاظ التي اشتمل عليها المتن ونن مجتمع مثال يت اهل العلم ومجتمع يس شو حسن اور مراد جتهن كه اميك معنا شو حسن يا اميك الفاظ شو اصل التي اشتمل عليه المتن يعني متن متن من بر مشتمل بوزو من امي اكزامبل ما رواه الامام ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه باسناد ضعيف جدا باسناد ضعيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القران فان تعلمه لله خشيه وطلبه عباده شنو بالطويل روايه وانا حديث طويل اشتمل على معان حسنه وعلى الفاظ رائقه جزله جيده جزله فصيحه يعني فصيح بربهترين الفاظ برشي مبني شنو وانا فاذا بالامام ابن عبد البر عليه رحمه الله يعلق على هذا الحديث قائلا ابن عبد البر چھ ونا ات حدیث اس متعلق پتہ بہ مرکھ ونا ھذا حدیث حسن جدا کیا ونا جی حسن جدا ولكن ليس له اسناد قوي لیکن سند چن ات کوین دی قوی ورج مگر حسن جدا النادر في كلمه ابن عبد البر هذه ونا استاد مذکور فکر کر ابن عبد البر سب اس کریمس ات کاتمس قد يتوهم انها كلمه متعارضه متناقضه يمن كات مش تعارض ها اتكلم بس مش متناقض مش تقرا كيف يصفه بانه حسن جدا ثم يقول ليس له اسناد قوي بس ديك يات الكتاب ابن عبد البر بس شو وهم قمت ادن وشو سكي هون شيء ولكن قد بين ذلك الامام العراقي عليه رحمه الله حيث قال ديك شيء امام عراقي شو ونن اراد يعني ابن عبد البر بالحسن حسن اللفظ قطعا وانا ايضا نسى شو ابن عبد البر سو ابن مراد كه حسن اللفظ قطعي طور برات مشن كان شاه فانه من روايه موسى ابن محمد البلقافي عن عبد الرحيم ابن زيد العمي
والبلقاوي هذا كذاب كذبه أبو زرعة وأبو حاتم. ها شو كذاب أبو حاتم أبو زرعة صاحب شو مستكذب كرمز. ونسبه ابن حبان والأقيلي إلى وضع الحديث. ابن حبان أنت شو كرمز منسوب وكن وشو حديث وضع كرم وشان قاتل ابن حبان شو نرم مام شو مجهول أنت بران ثقات اسمه شو نه ويرسو يعني شو وضع الحديث. والظاهر أن هذا الحديث مما صنعت يداه. ظاهر شكي ابن سنة أتن هزقرتوت ودرت فلا صنعت يداه. وعبد الرحيم ابن زيد العمي هو مطروق الحديث أيضا. عبد الرحيم ابن زيد العمي تشبان كه مطروق الحديث. قلت لي أيضا شو صديقة ابن عبد البر كاش دلوان أنا أمك ألفاظ تشبه تري. فعرفنا من ذلك أنه ما قصد بقوله حسن جدا إلا حسن اللفظ وحسن المعنى الذي اشتمل عليه ذلك المتن. وامس صرف الترسد بالكل فكري كي امس مراد امنش كه يعني حسن جدا نشي امك الفاظ سشي اصل اور امك معنى يتبري امك متن مشتمل شو. وان كان الحديث ضعيفا من حيث اسناده وانما استحسن الامام من الحديث فقط لفظه ومعناه. اگر امس سند حديث شو ضعيف سند ادبار لكن امام ابن عبد البر سبنون اتكام ادبار لفظه معنى ادبار حسن خلاص سمجت. وقد وجد ذلك في استعمال ابن عبد البر وغيره من أهل العلم حتى إنه في كتاب التمهيد له ذكر حديثا يرويه بعض الضعفاء. ابن عبد البر صاحب شو التمهيد اسمه زمانه التمهيد كيف يعني التمهيد ها تو هم ذكر من كان جفت دي صدقوا بول شيء. ابن عبد البر صاحب الكتاب شنو كيه أصل التمهيد شو أصل ده اسمه هي كيف يعني من جفت من الكتب تكاتش من بعد شو مزفر اسمه والا کتاه مزه این پات کام بودیم و گیفت والا تیکر پات PDF سنت. دوست نمی‌دارم. یوس نمی‌دارم میگه یوس من اخنا فرمون نه باید میشه 30 کتاب گیفت. من سعی نیست فش مزیز نه. والا تیم شب بانان مگر کام ثورا. تیم شد گسان خاص طور پر. پاتون نوزم بگوس خواهیم بود نه اینی. تو اونو PDF تو بذار PDF دون. مگر PDF تو شو که کتاب شو سوی میگه PDF ای بانان چه. سعیش پیام آکسفورد پر وبسایت پر میلی نه. و تا یک PDF آسون کنه ایشی سوچ بوردی از گوشو گو PDFی کرد. آخ کتابش نمیش کیندل بکشه شاتو هنوز هزار روپیه. پیش تا 5000. اگر که هست گیفتی دی تا میش کیندلی تو سوگو بورد کات شاتو هنوز هزار روپیه نیست کتاب ماش ما خوره کات. و نه ابن عبدالبار چو کران ذکر تمهید اسمز آخ حدیث یا روایت کران چی بالکل ضعیف راوی. عن مالک ابن انس عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله الحق المبين. حديث طويل. ثم قال الإمام ابن عبد البر معلقا أن بطش إمام ابن عبد البر ونام هذا الحديث لا يرويه عن مالك من يوثق به وهو لا يعرف من حديثه. إذا سأشون إمام مالك أسنشكنا شيء كرمو دي مسبر بروسيها كارن أريشون تمسين الحديث مز معروف إمام مالك نشنا سوشوني معروف يعني امتحيد أصحاب شيء إمام مالك سوشوني تموشوني ذكر قرمتي يعني هو منكر أما ربك أقول إيكا شو ثم قال وهو حديث حسن يا سوشو حديث حسن ترجى بركته إن شاء الله تعالى أميش بركتك أميدي تاونا يعني أميك ألفاظ سوشي بيتر. فنحن نفهم أنه إنما أراد بالحسن ها هنا حسن اللفظ فقط دون حسن الرواية الذي يكون راجعا إلى ثبوتها. إذا أنت تدرس في ذلك إنسان مراد كشو حسن اللفظ نكي حسن الرواية يعني حديث ناس شون حديث كثبوت تكون كشة شون مراد كهم. ومن ذلك أن الإمام الذهبي عليه رحمة الله ساق في كتاب سير آلام النبلاء سير آلام النبلاء في ترجمة عباس الدوري عن الأسم أنه قال فرمان لم أرى في مشايخي أحسن حديثا منه. عباس الدوري ينونكي أسم مسمتلك أسم منونكي مسمتلك عباس الدوري مسمتلك من أسف وشمتشون بانيو مشايخ ومز أمشن قط حسن حديث والكهنت. فبين الإمام الذهبي مراده من قوله أحسن. وشو إمام ذهبي شبت كرام بياني وشو أني إمام ذهبي سوبنشنا سير اگر کان کرنا یہ کام اصل کام امام ذهبی انچ پن اقوال تا سنا امام ذهبی کاران کو نقل کو طول پتہ نہ قلت سنا یا کہ پن کی میں میں نقط مست مس کاٹ استاد پی ڈی ایف سنا ہمز گارا زاش کرنا پی ڈی ایف نہیں شکم اس پر ایک اکن سا کرے پتہ اقوال الذهبی
من سير عالم النبلاء قتل اسكي هنا منتقى من أقوال الذهب من سير عالم النبلاء جمع والترتيب سهيل أحمد بيرغي وانا بشو شو وين اي وانا كاشو لم أرى في مشايخي أحسن حديثا منه وانا شو إمام ذهبي وانا يحتمل أنه أراد بحسن الحديث الإتقان احتمال هذا شو إمام كه حسن الحديث نش مراد شو كه إتقان أساس متقن بانس حديث اسمه أساس أصل بريات ثمان بول أو أنه يتبع المتون المليحة فيرويها يا ده مطلب هيك أشيد يا سأشو بعد بهترين ما أصل زي أصل معنيين يعني بير خوبصورة معنيين يعني بير مبني أصلا ماتن اشتمني رواية اشتمني أصلا صهران صهران أصلا تمان تمان رواية كران أو أنه أراد ألو والإسناد ناتو إمسن مراد ألو والإسناد إمسن سان ده سأشي آلي أصلا ده شن رابي أصلا زيادة أو نزافة الإسناد يا إمسن سان ده سأشي صاف أصلا حسن تسمع شن كان ضعيف رابي أو تركه رواية الشاذ والمنكر والمنسوخ يا سأشو ترك كران إشون شاذ منكر منسوخ رواية كران ونحو ذلك فهذه أمور تقتضي للمحدث إذا لازمها أن يقال ما أحسن حديثه وانا يمام لا أغر كنسي محدث اسمز آسن شو تقاز كران كي تمس مدري كيوان ما أحسن حديثه أمسن حديث كوتا أحسن بيحتر أغا سامج جو أيضا جنوه استلهي معنا شنو زر مراد فقوله يحتمل أنه أراد بحسن الحديث الإتقان فانا الشيخ طارق عبد الله سب اذكر شرح الامام الذهبي سبن قول فانا فهذا امر وارد وانا اسف وارد يهجس او انه يتبع المتون المليحه فيرويها وهذا ايضا امر وارد يتشنا قس اي امام الدين ياسب بار بهترين تم تم ماتن چونان يم بار اصل ماينين پر مبني اسن يشتم روايت كران وانه اراد علو الاسناد يعني اتش مراد علو الاسناد فلا شك ان الاسناد العالي احسن من الاسناد النازل وانا اتمنى شنو كهند شك عالي سند شاسم بهتر كان خود نازل سند خود سوا ام سات كيا اس دي كيا كيا اس صحيح دي اگر نازل علي سند از ضعيف تو نازل اس صحيح دي كوشي بهتر او نظافه الاسناد من لا شك ان الاسناد اذا كان نظيفا من الرواة الضعفاء فهذا معنى يستحسن الحديث من اجله اگر ضعيف راوي نشكليش ام قدرتي حديث فن يا سچو حسن وتركه رواية الشاذ والمنكر وهذا مما لا شك فيه لأن الحديث الصحيح حديث حسن أو سمج يعني أغر الشاذ ومنكر أسن رواية كران كهين تلك حديث قوي تلقون إيش صحيح حديث صحيح حديث شنا حسن تي حسن صحيح حديث كاشو سوش حسن إيش تي قال والمنسوخ يا منسوخ يعني يترك رواية الحديث المنسوخ شو منسوخ حديث رواية كران فالحديث المنسوخ بالطبيعة الحال حديث قد وجد فيه معنى يجعل الرابي لا يقبل على سماعه وانا حديث منسوخ شو اصلا يس منسوخ اجو مو حديث اتم شو يوان سو معنى لابن يس راوي اس اوكن متوجه غاس نس كون ما ال كرانچو كي هند بوز نس كون ما ال كرانچو كي هند ولا يستحسن سماعه سو شنو عميق بوز مستحسن سمجان بخلاف ما اذا كان الحديث محكما غير منسوخ ات خلاف كي اگر حديث كي اس محكم يا اس منسوخ فهذه كلها معان يستحسن الحديث من اجلها اي ما يشتم معاني إمام موجب كه حديث سكيبا حسن قال فهذه أمور تقتضي للمحدث إذا لازمها أن يقال ما أحسن حديثه إذن عرفنا من ذلك أن الحسن ليس دائما راجعا إلى ثبوت الحديث ولا يستي صور خلاص في كي يعني شنا طارق عبد الله سب صار ابن عبد الله السامي سب درس شنا درس تمشي كتابي هيد بير أعتقد تمشي خانش بنا كتاب شنا تاشم بما بات change كارين طارق عبد الله سبن كتاب شنو يمشي درس يقول ठीक छ سمجھوا كيا درس يقول درس مش انسان بي قسم بي فوت تراب قسم بي سمجھاوان نتو ايش خلاص اسكون مگر طارق عبد الله سب بیا اگزامپل خود ذکر تا سمجھ بار بار تو شيت مش ريپيتيشن آسان ام سچ يعني يو سي لخان ول چ آسان يا مودد چ آسان خبر اخر سمجھ کنه بي سمجھاو خير اچھا هنا اس لیے استطر فکری کی حسن یس چ آسان حدیث حسن ونن اچن دائما كا لوتن حديث كي ثبوت اسكون بل احيانا يكون راجعا الى ثبوت الحديث فاحيانا اخرى لا يكون كذلك كل ساعه حديث كي يتز ثبوت اسكون لوتن كل ساعه لوتن ومثال الاحاديث التي استحسنوها لمعنى راجع الى الاسناد بصرف النظر عن كون هذا المعنى له علاقه بالثبوت او لا مش تمن احاديث هنز مثال
یمو تیمو مستحسن یمن تیمو حسن ون یس لوڈان چھ سن دیکھن بی صرف نظر امن صرف نظر کرت کہ اچھا ثبوت سے تعلق نہ کہیں تے ما وجد فی استعمالهم انهم یطلقون علی الحدیث الذی هو من روایت الاقران بانه حسن یہ تیمش ونا اس روایت الاقران اسی اوتان من یس تاشتی ونا حسن ولو کان الحدیث قد اشتمل علی کذابین او متروکین اگر یہ حدیث اس مشتمل اب زائرن تبی متروک راوین پٹ رب الامام ابو يعلى الخليلي في الارشاد حديثا من طريق ادم ابن ابي اياس عن محمد بن كثير المسيسي عن ابن المبارك عن شعبه رواه بهذا الاسناد ثم قال الامام ابو يعلى عن بطن ابو امام ابو يعلى حسن جدا من روايه الاقران يا شو حسن قيم اعتبار روايه الاقران مز ادم عن محمد ادم جو روايه كرا كبسنش محمد اسنش ادم ابن ابي اياس كرا محمد بن كثير المسيسي اسنش وهما قرينان مسج كونتمبرريز ومحمد يوافق ابن المبارك في شيوخ الشام محمد هذا شو ايضا موافقه كران ابن المبارك سب الشام كان شيوخ مز بل ادرك من لم يدركه ابن المبارك بل كي امشتم شيوخ الشام لبني ابن المبارك سب لمتش سوان قال شيدن ان كيف ونات حسن ونك اسمه روايه الاقران فتبين من سياق كلامه ان قوله حسن جدا ليس حكما منه على الحديث بانه حديث مقبول بل هذا راجع الى انه استحسن روايه الاقران الواقعه في هذه الروايه وسيد ابن ترشد في ذلك ادم شنو مراد انسان ياسش مقبول حديث بل كي مراد شو يسات مزي اقرانا هذه الروايه الى ابن تم موجبون ان كي شو اصل وكذا الحديث المدبج فان التدبيج معنى يستحسن الحديث من اجله اذا بيقول حديث مدبج يتمز ضي واشف ناس يمس روايه كرمز روايه بطاشتم واپس امس روايه كرمز روى ابو يعلى الخليلي ايضا ان يونس بن محمد عن حماد بن زيد عن سفيان الثوري عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس حديثا مرفوعا ثم قال ابو يعلى لم يرويه عن حماد غير يونس وهو ثقه من كبار شيوخ بغداد حماد بن شزن شنو يونس البغري كرم روايه كسي وهو حسن من المدبج يا شيخ حسن اسوچ کیا حسن روایت من المدبج یعنی اتم زائش بیاخ سند اسی اتم زائش خوب کرمت نسج روایت فنستخلص من هذا ان مصطلح الحسن عند ائمه الحديث عليهم رحمه الله انما هو مصطلح يطلقونه على كل ما يستحسنونه من في الحديث لشيء ما ون خلاص حسن راوی کی حسن یس اصطلاح شو ائمه الحديث نشاس شو یہ مصطلح اطلاق تم کران چی پرت کنی علی کل ما یستحسنونه فی الحدیث پرت کنی تات معنی اس پیٹ اس تمن حدیث اس مز بہتر باسی کن تی چیز خطر سواء ان کان هذا الذي استحسنوه الحدیث من اجره له علاقة او له تأثیر فی قبول الحدیث او رده او لیس له علاقة بذلك چاہے التعلق خشتن حدیث کس قبول استرادت ست یا مطا استن استعلق اگر یہ اصل کا معنی آشی ست متمیز اجبا کے بنش کران تم چی تات کیا ونا فعلى طالب العلم يشوفن اشقدر نسيهات ان يكون فاهما لهذا ومدركا له طالب العلم اشقدر شو امزغي جاسون يسامجن ولتو اور امزغي جاسون ادراك اسون واي يحسن فهم كلام اهل العلم عليهم رحمه الله يجاسي اهل العلم في الكلام بر بهترين بر سامجون حتى يمكنه ذلك من ان يفهم كلام اهل العلم على وجهه تاكي سبحان امس قدر ممكن كي يسامج اهل العلم في الكلام تتكويت يتبر سوچو ان صحیح طریقے پر فلا يعمد الى موضع اطلق فيه فيه الحسنه يقول بريت يا حسنته واراد به الغريب او المنكر او الموضوع وانا يغسن قصد كارن كوني تام جايون يت المحدثين واش مو حسن كوني حديثس تي مناش مراد تنيش كيا منكر موضوع زي غريب فاذا به يعتبر ذلك تصحيحا منهم للحديث وتثبيتا له امز باش كي شي مناش حديثس كيا تصحيح كاران تو مناش يسو ثابت او يفعل العكس نتكري اپوزيت تما اسمه حسن وان عدم جو مرادي حسن حسن كي يشاد المراد استنباقي اطلاق اسكران او يفعل ويعمد الى بعض المواضع التي اطلقوا فيها الحسن وارادوا ان انه صحيح او ارادوا انه داخل في نطاق الحجه فاذا به يفهم من هذا الموضع انهم ارادوا الغرابه بالنكاره يعني تما اسمه سات حسن ومرمت تما اسمه مرادي شو صحيح يا اسا شو في نطاق الحجه يعني يا اسا شو قابل حجه لكن يمنع عدم شنت مراد عدم مراد شو غريب يا منكر شنو مثلا فلا بد من معرفه مناهج المحدثين ضروري شو كي محدثين هي المناهج هي معرفه القصاصين ومعرفه اصطلاحاتهم دين الاصطلاحات هي معرفه حتى يفهم كلامهم على وجهه تاكيده كلامي صحيح طريقه پر سمجھ وحتى لا يساء فهم كلامهم حتى كي تهن
کلامُک یعنی سمجھنَس منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ غلطی کِہیٖنۍ، وحتا لا یُنسب الیہم ما لم یقصدوہ من الاقوال او الاحکام، حتیٰ کہِ تِمن کُن یی نہٕ منسوٗب سُہ چیٖز کرنہٕ ییٚمیُک نہٕ تِمن قصدٕے اوس، یِم نہٕ تِمو کَتھٕے وَنہِ یا یِم نہٕ تِمو حُکمٕے لگٲے یہِ کرِ تِمے تِمن کُن منسوٗب. یا یہِ حدیٖث ہسا چھُ ضعیف، اَتھ کُس وَنان ضعیف؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تٔمۍ آسہِ ووٚنمُت حسنات، یِمن اَتٮ۪ن چھُ حسن بِمانا کیاہ ضعیف، أمِس گژھِ ہن دٔلیٖلات آسٕنۍ. أمۍ أمۍ چھا أتھۍ اصطلاحس منٛز یہِ استعمال کوٚرمُت کِنہٕ یہِ چھنہٕ لۄکٕٹ کَتھ آسان کیٚنٛہہ. چھُ وَنان صالح بن عبدل العثیمی شروط الصلاۃ و ارکان ہا واجبات أکِس تعلیٖقس منٛز، وَنان چھُ کہِ آز چھُ وۄتھان کانٛہہ نفر، یا یِم کَتہِ آیہِ یِم ژۄداہ ارکان، چھِ وَنان ژۄداہ ارکان کَپٲرۍ چھِ وَنان تُہۍ نٮ۪مازِ، یا چلو بَہَے کٲنٛسہِ نزدیٖک، اچھا یہِ کَتہِ آو واجبات کَپٲرۍ چھِ وَنان تُہۍ ٲٹھ، شروٗع کَپٲرۍ چھِ وَنان ناو، ہٲیِو مےٚ حدیٖثَس منٛز کَتہِ چھِ وَنان. یہِ چھُ بیوقوٗف نفر، یہِ چھُ احمق نفر یُس یہِ وَنان آسہِ، أمِس چھَنہٕ پَیی وٕنہِ علم کِتھ پٲٹھۍ چھُ حٲصِل گژھان، یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ڈیولَپ گوٚمُت. آوا سَمٕج گوٚو؟ تَمہِ لِحاظہٕ چھُنہ کانٛہہ وۄتھان کھَسان فیس بُکَس پٮ۪ٹھ تہٕ دِوان سٲرسٕے رَد کَران، أسۍ ہَسا چھِ اہل حدیٖث، أسۍ ہَسا چھِ سٲرسٕے رَد کَرُن اہل حدیٖث، مطلب گوٚو اَسہِ چھُ سٲری اصوٗل تَمام ضوابط ہوکُن ترٛاوٕنۍ، اَسہِ چھُ الگ اَکھ فہم، یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ خۄش اَسہِ گژھِ تِتھ پٲٹھۍ سَمجھُن. یِم چھِ احمق نفر، آوا سَمٕج، چاہے کانٛہہ تہِ ٲسۍ تَن. گوٚو یِمَن ہُنٛد اَمہِ چیٖزُک چھُ خیال تھاوُن. یُتھُے أسۍ پَران چھِنا یہِ لغت المحدث یا نُخبہ پَرو یا باقٕے، اِنسان چھُ تَران فِکرِ بہٕ کوٗتاہ جاہِل چھُس، آوا سَمٕج، اِصطلاح کٔژ تانۍ چھِ آسان پَتہٕ تِم تہِ نہٕ تَگان پَرٕنۍ پوٚتُس کِہیٖنۍ تہِ، تَتھ تہِ گژھان ہیوٚر بۄن چھُنا گژھان، تہٕ اَمیُک چھُ خیال تھاوُن اِنشاء اللہ تعالیٰ. اقول ھذا واستغفر الله لی ولکم.